نجم التونسي صابر الرباعي موجود معنا هلأ باستوديو الأكسترا فاكتور ونور مسرح الأكسترا فاكتور الليلة. أهلا وسهلا فيك صابر. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا صابر. تبعت المشتركين الليلة، شو كان رأيك هيك بأدائهم وفيهم بالإجمال؟ يعني مميزين كانوا بصراحة. شوف، المسرح دائما عنده رهبة وعنده خوف من الكاميرا وخوف من الجمهور، لكن كانوا هما يعني تعودوا على المسرح وكانوا ممتازين. قد ايه النتيجة بهالمرحلة، بس تكون بعد في اسبوع بيوصلنا على النهائيات، قد ايه بتكون صعبة على المشترك يلي عم بيفل؟ هو اكيد يعني الوضع يكون صعب عليه، هو وصوله للنهائي اوريدي يعتبر تتويج لانه قرب كمان على الفاينل، والانتظار النتيجة الأخيرة طبعا فيها تعب عليه هو نفسي، وانتظار بيتأملوا يوصلوا ما في شك. لا هو يوصلوا، هما اليوم بداوا ما وصلوش اوريدي، بعد ما زالوا ما وصلوش، يعني اليوم بداوا. اللي ياخذ اللقب او اللي ما ياخذش اللقب الاكس فاكتور او غير برنامج يبدا من اول ما ينتهي البرنامج، من اول ما يخرج من البرنامج بلش مشوار. اكيد قد ايه صعب المشوار اللي ناطره؟ صعب، خصوصا في الظروف الحاليه، خصوصا في نفسيه الناس ونفسيه العالم العربي اليوم، تخلي الواحد يعني لازم يتعب بزياده حتى يوصل للي يحب عليه من النهايه. صابر، المشتركين حبوا يوجهوا لك رساله مميزه، عبالك تسمع بنشوفها بهالتقرير. صابر الرباعي حبيبي عم صابر، جننتهم يا صابر، جننهم. اول ما قالوا لنا الفنان الكبير صابر الرباعي حينور مسرح الاكس فاكتور، فبصراحه فرحنا كلنا، انا شخصيا لاني تربيت على صوته. اكيد وجود الفنان صابر الرباعي معنا بعطيني دعم كثير كبير، لاني انا من شد معجبين فيه وغنيت له اغنيه باللايف، وان شاء الله باخر لايف راح اغني له اغنيه عزيزه على قلبي كثير، فان شاء الله تعجبه. فنان رائع ومثقف في كذا نوع مزيكا، مش نوع مزيكا واحده بس. انا من صغري بابايا كان بيسمع له، فكنت دايما بسمع له وانا صغير. احساس خطير، فنان وبحبه لانه استاذ موسيقي ويتكلم في الموسيقى، وداك الشيء اللي تخلينا نحترمه بزاف. نحب نوجه لهم تحيه طبعا، نقول لهم انه انا كنت سعيد اولا اني تعرفت عليهم شخصيا، تعرفت على اصواتهم من خلال البرنامج، يعني رائعين، وميرسي على الكلام الجميل اللي قالوه. مين لقيت فيهم بيقدر يحمل لقب الاكس فاكتور؟ هلا ما نحبش نفضل واحد عن اخر بصراحه، يعني انا نظن ممكن نظلم اصوات اخرى خرجت تستحق انها تكون اكس فاكتور، لكن بالنهايه لازم نرضى باللعبه. بالنهايه صوت واحد هو اللي يقع عليه الاختيار من الجمهور. ممكن محمد ريفي عنده كاركتر خاص، ادهم نابلسي كذلك عنده احساس عالي جدا، نفس الشيء ل ابراهيم عبد العزيز ابراهيم الليبي. على فكره البنت والشباب اللي غنوا مع شهد وميشو يعني وايمن كان فاروس. البنت كان صوتها جميل جدا. عاملين جروب متوازن مع يعني بعض، اوموجين. فيستحقوا انهم يكونوا نجوم، يستحقوا انه يواصلوا وخلي الناس تستمتع بيهم بعيدا عن الالقاب. صابر، كان عندك تجربه كعضو ومدرب بلجنه التحكيم، قد ايه مهمه هذه التجربه؟ كيف شفتها؟ وين برايك صعوبتها؟ يعني احيانا نحس انه ظلمنا صوت عن صوت، مجبورين لانه القانون اللعبه لازم نختار، مثلا مع انه من الاثنين صوتين مثلا مميزين بالنسبه لي، نحن صوتين اخترناهم، فالاختيار ما بين يعني صوتين مثل او شخصين مثل اخواتك ولا ابنائك ولا فصعب. فاحيانا نقع في مشاكل مع انفسنا، نحتار ما بين الاصوات، ما بين بعيدا عن الاسماء، ولكن يعني لازم نرضى بالنتيجه كيف ما كانت، قانون اللعبه. صابر، نتمنى بختام اللقاء قبل ما تغادرنا تسمعنا شيء باستديو الاكسترا فاكتور، بشو عبالك تخصنا الليله؟ فاجأتوني انتم بصراحه، يعني انا سمعتكم في الواحد. اوكي، شنو تحب نسمع؟ سمعكم انتم، شو عبالك تسمعنا الليله؟ شو نغني مثلا؟ اجمل نساء الدنيا مثلا، مثل ما بدك.
وانا بين ايديك تهت في مكاني ونسيت معاك عمري وزماني والوقت فات وياك ثواني قربني ليك سيبني اعيش احساسي بيك بتحدى العالم كله وانا وياك وبقول للدنيا بحالها ان انا بهواك وان انت حبيبي وقلبي وروحي معاك قربني ليك سيبني اعيش احساس هواك. الله 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 شكراً 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 صابر لوجودك معنا بالأكسا ستوديو ولأنك نورت مسرحنا الليلة بأكس فاكتور. نحن هلأ رح نتوقف مع بريك من بعده منرجع مع المشتركين باستوديو الأكسا فاكتور. أنا الإكس فاكتور لأني غنيت كافة اللهجات العربية وإن شاء الله نكون قدرت نوصل المعنى الصحيح ووقفتكم هي اللي دعمتني ووصلتني اللي أنا فيه.